بالنسبة لهذه الحالة هذه اللي عندنا وهذه الكارثة الكبرى اللي تفجع بها جميع المغاربة، كتشوفوا هنايا كمدينة سلا وكمجتمع مدينة سلا رفقة جمعيات العطاء أننا كنقوم بواحد العمل مشترك من أجل توصيل بعض المساعدات. هذه المساعدات اللي هي الأصل ديالها جاية من المواطنين من عند المغاربة اللي كنعطيو واحد النموذج للعالم أن المغاربة شوف التضامن ديالهم، عيالات كبار دراري صغار كلشي مضامن، الناس كتواصل معنا، كاين اللي باغي يمشي كاين اللي باغي يعطي، كل واحد وأشنو كاين. حاجة واحدة أن هذه المنظمة ولا الجمعية أنها ما كتاخذش الماديات أي واحد، والله يجازيكم، هذه رسالة اللي بغى يشتري شي حاجة يجيب لنا عيش مع واحدة، يجيب لنا قرعة ديال الماء، يجيب لنا باكية ديال الملح ديال 0.50 فرانك يجيبها لنا، راه توصل بكل أمانة توصل لمواليها. حاليا كمبادرة أولى لأن حنا كنا تواصلنا مع مواطنين لقيناهم كيتألموا مساكن، كاين اللي باقي ما وصلهمش المساعدات، دايرين اتجاه الوجهه الاولى امزميز، وكاينين عندنا وجهات اخرين، وان شاء الله غادي نسخو مع السلطات تما كاينه المحليه في مدينه مراكش وتارودنت، اي بلاصه اللي فيها الخصاص حنا مستعدين نوصلوا هاد المواد هذه، وممكن نخدموا حتى بيدينا، وان شاء الله هادي تنزيدوا عاوتاني الناس السلاويين. راه الاحياء الشعبيه ديال مدينه سلا ولا الاحياء الراقيه كلهم متضامنين، وبالاخص هاد العائلات انتم كتشوفوهم، غنشوف المراه هي حدانا هنا كتشوف الناس هكا كلشي متضامن كلشي متعاون. وشكرا بواحد قمنا بواحد المبادره طيبه في اتجاه خواتنا وخوتنا المغاربه والمتضررين في هذا الزلزال اللي صابهم في هذه المصيبه اللي صابتهم. درنا واحد العمل شراكه مع المنظمه الوطنيه للاعمال التطوعيه بلا حدود، وقمنا بهذا العمل هذا اليوم هنا في حي الامل في شارع مولاي رشيد قرب لاسينيسيس الضمان الاجتماعي. كما كتشوف الحمد لله مغاربه رجال، مغاربه ديما تكونوا بحال الاصابع ديالك، نهار كتبغيهم الحمد لله كيكونوا رجال ديال بصح. كما دوزنا الوباء ديال فيروس كورونا الحمد لله، اليوم حنا واقفين وقفه ديال رجل واحد، الكل كيتطوع والكل مجند وراء سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا. وحنا الحمد لله دابا كنجمعوا واحد المساعدات ديال الناس هنا في حي الامال في شارع مولاي رشيد. اللي بغى هذا واحد النداء لساكنه سالا، اللي بغى يتعاون معنا قدر المستطاع، ملابس مستعمله، اغطيه، تغذيه، اللي بغى يتطوع معنا غدا ان شاء الله القافله غتنطلق مع 12، اللي بغى يمشي معنا ان شاء الله مرحبا به، اللي بغى يجي معنا ان شاء الله مرحبا به. بالنسبه للوجهه ديالنا، الوجهه ديال امزميز كما كتشوف دابا الناس هما جايبين المساعدات، هي تبارك الله استافيت كامله عامره، كل مساعدات جايه ديال كل جايه اغذيه جاتنا من القريه، والحمد لله حنا متجندين باش نكونوا ان شاء الله ولو نهزوا واحد الهم شويه على هاد خوتنا الحمد لله اللي تضروا بهذا الزلزال هذا. وكما كتشوف حنا واقفين وقفه هي رجل واحد، والناس راه محتاجين مواد اغذيه ومحتاجين واحد النداء لساكنه سالا لي طونط، الناس اللي كيجيبوا المواد الغذائيه الحمد لله الاغذيه كاينه بكثره. بغينا لي طونط اللي هما قياطن، عباره على قياطن ديال التخييم، محتاجينهم ذوك الناس مساكن. راه تما الناس الدوله والحكومه الله وسيدنا الله ينصرو، راه تما ان شاء الله غيتم اعاده ذاك الهيكله ديال ذاك المساكن ديالهم، وان شاء الله يرجعوا كما كانوا ان شاء الله، وحنا معاهم ان شاء الله حتى تفوت البؤره هذه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، المهم ربي رزق لنا هذا الخير هذا جبناه، وبغينا نتضامنوا مع الناس اللي متضررين. راكم عارفين اللي واقع الزلزال هذا، ربي يحفظنا حنايا ويحفظ لينا وليداتنا، ولكن ناس اخرين كاين اللي ميت، كاين اللي الله يرحمهم، وكاين اللي مريض الله يشافيه. كنتضامنوا معاهم بهذا الرزيق هذا، ربي جابوا الناس تضامنوا الحمد لله، ما خيبناش، درنا نداء وكل شيء جاب لنا هذا الرزق وجبناه لهنايا، وكنتمناو ان شاء الله ربي يكتب الرحمه للناس اللي توفوا والشفاء العاجل للناس اللي باقيين.